انتم الصحافه عندكم تدخل الفيسبوك، راه غير كذا الهضره عندكم تدخل الفيسبوك، لانه واحد الوقت غادي ثاني انتم كلكم صحافيين عندكم لاكارت. والله الا كاين لاكارت بغيت ندير قانون باش نحمي هاد لاكارت، باش نعطيها قيمه. تصور انا نهار ندير هادي كاع اللي ما عنده لاكارت ما شي، وتزاد القيمه ديال الصحافي حتى الدخل ديالو. ولكن راني كنت قاتلو، عرفت الاخرين كيتحركوا ما بغاوش هذه القضيه هذه، ولكن غنديرها. والله الا دير فينا الخير غادي نحمي الصحفي اللي عنده لاكارت، عنده لاكارت المجلس الوطني، راه صحفي عنده جميع الحقوق، ما غادي يقدر حد يهضر معاه، ولكن اللي ما عنده. ثانيا انه تبقى المعلومه، علاش بغيت نشدد في ذاك الكلام ديال الفيسبوك وداك الشيء، باش يبقى الصحفي هو مصدر المعلومه، حيت يكون صحفي هو مصدر المعلومه تكون هو صاحب التاثير. دابا كيتخلط كل شيء، واحد جالس في القهوه كتب كتب عليا يقول لك رانا سبيت الفريق الوطني، واش انا واش غنسب الفريق؟ سامعك يا اخي، جلس واحد في القهوه ضرب هذا سجلوا راه مفقسيني هذوك ديال الفيسبوك. لا ما غاديش نحييه لا ابدا، لا حنا انا بعد القدر فيه الشركات وفيه المقاطعه وفيه لا، فقط اللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها، ولكن ان يكتب الحقيقه. الا ما تاكد من الحقيقه ما ينشرها، لان كيف يعقل ان الشخص عادي واحد تيجي يكتب عليه، او حتى مواطن كيجي يكتب عليه شي حاجه غير صحيحه باش يسئلو او ينشر له صورته او يمسو في حياته الحميميه؟ واش حنا المواطن عندنا ساهل لهذ الدرجه هذه؟ راه ما ساهلش لهذ الدرجه. يجب ان نحمي المواطن المغربي في حياته الخاصه وفي حياته اليوميه. حياته الخاصه طبعا حتى في حياتي اليوميه. انا واحد مواطن، تصور الرادار، الرادار اللي كاين في لوتوروت منع يصور من القدام، كيصور السياره من اللور، علاش؟ باش ما يصورش شكون راك بحداك، لانه هذيك حياتك الخاصه ما خصوش يعرف. وبناء عليه خاص المواطن يمر في الشارع، يجلس في قهوه، يتكلم مع اللي بغى، يهضر مع اللي بغى دون المساس بحقه في الحياه. دابا المواطن الاخر خرج يصور، دابا باش واحد يصوره ولا باش واحد كيسجلو، راه خطير هذا الشيء هذا اللي ولا عندنا في المغرب. واحد بينما دول العالم كامل دارت قوانين لضبط هذه الامور. اما تنتقدوا سياسي هذا من حقكم، تصوروا سياسي هذا من حقكم، تبعوا سياسي هذا من حقكم. انا يكتبوا عليا ما عندي تابو، واش كيضلوا يكتبوا حركه الدعاوى؟ تعال قول شويه هكا غادي نديروا، بعد تنقولوا هذه الصحافه ما كاين مشكل. راه انتم مشكلتنا شر لابد منه.